السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، الله يحفظكم ما كيمشيوش، الله يحفظكم، نتمنى نلقاكم صحة جيدة. اليوم بإذن الله اليوم الخميس، بإذن الله اليوم الخميس الخوت إن شاء الله، وغدا الجمعة بإذن الله. حميمة الذكور وما هذا، الحمد لله راهم اللهم بارك راهم في صحة غير جيدة. من نهار حيت القصدير الخوت لاحظت واحد القضية، من نهار حيت القصدير كيف قالوا البرد ضرب لي الحمام الجهاز التنفسي، ردوا البال هذا الشنابير هذا هذا الطوبي هذا بلاتي دور. أنا غادي نزوميه لكم بلاتي دور، شوفوا الحالة ديالو، الحالة الفيزيائية ديالو، الجهة اللي ملهيه لا تبشر بالخير. هانتوما شوف 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 شوفوا كي داير، شوف عينيه، شوف عينيه، وشوف النيف ديالو أبيض، ها هو كيف كتلاحظوا الخوت، هانتوما النيف ديالو أبيض، النيف ديالو شوية قهوي، يعني الحالة ما هي حالة. عندك هذا، عندك عندك هذا حتى هو بان ليا في الشكل هذا الوسطاني، هذا بان ليا النيف ديالو ماشي بيض، يعني كلهم نقدروا نقولوا الجهاز التنفسي الخوت. وكاين هنايا واحد سيوفا بويض، يعني ثلاثة ديال الدوكور بانوا ليا ماشي تلتم، ها هو ها هو كيف لاحظتوا هو هذا. ايوا قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، حلوا اليوم خرجوا. ما نكذبوش على الله، اليوم غادي نعطيهم الخوت واحد الدواء اللي هو داك ديك دوكسينوفا، دوكسينوفا هو اللي غادي نعطيهم ان شاء الله في الماء، وما نخاف من حتى شي حاجه، قضيه ديال البداله ولا هذه ما نخاف لا من الريش لا من والو. لان الخوت واحد القضيه اللي بغيت نقول لكم، راه جوج ديال الامراض، جوج ديال الامراض حاليا اللي دايرين، جوج ديال الامراض. اول مرض وهو الجهاز التنفسي، ما غاديش نقول شي، ما غاديش نقولوا كل شيء عنده المرض، والله اعلم. كاين اللي كيحشم الخوت، كاين اللي كيحشم ما كيبغيش يبين. انا من نهار حيدت هذاك القصدير عريت لهم هنا ضربهم البرد، هذه لاحظتها، يعني قبل من هذا الشيء ما كنت كنعاني من حتى شي حاجه، يعني حميمه راه مزيانين، راه ماشي عاود كل شيء مريض ولا راهم مراد ولا شي حاجه، لا، وانما غير ما بغيتش انا كيف قلنا ما بغيتش داك المرض ينتشر عندي، يعني الا كان واحد نيفو فازق غدا غادي تلقى الثاني نيفو فازق، وبعدو غادي تلقى الثالث نيفو فازق، وهكذا متفقين الخوت. وهكذا شوفوا الغبره كي دايره الدنيا مغبره. زيد وليداتي خرجوا، هادشي اللي قلنا الخوت، يعني يعني الا لقينا واحد شويه غادي نلقاو الثاني، شويه غادي نلقاو الثالث. كيف قلنا ما كاينش المشكله الخوت، ان شاء الله غادي نعطيهم الدوكسينوفا. راه قسمت انا واحد الاخ الباح واخا ما كنعرفوش، هي هذه، هي هذه الدوكسينوفا، هي هذه ديال الجهاز التنفسي ديال البيطاري. راه قسمت انا واحد الاخ لقيتو عند البيطاري البارح، كدير معلقه على ما يقال معلقه فيترو ديال الماء، معلقه فيترو ديال الماء غادي نديرها لهم لمده واحد 4 ايام تقريبا بحال هكاك. غنعطيهم الماكله هي هذه ديال البارح اللي دا فيها الزيت وفيها الخروب والنبق، الخروب والنبق، وغنعطيهم ديك الدوكسينوفا، ما كاينش المشكل ان شاء الله، ما يجيبش الله المشكل باذن الله. حميمه راه طلقناهم طارو. بالنسبه لنتي وطرا باقي مشجونين الخوت، راه ما كاين لا طيران لا والو. ها انتم الصباغه فين هما؟ هما الذكور هما، اللهم بارك، واخا باقي مشتتين ما كاينش الاشكال كيف كتلاحظوا، هما معليين تبارك الله. بالنسبه للاناث راه كنقول غادي نطلقهم، وانما النعاس خو الموت كيف قالوا، النعاس خو الموت. هذا اللي كان جانا مضروب، هذا راه تعقلوا عليه يمكن، هذا هو اللي كان جانا مضروب في العام اللي فات، ثاني مطلق، يمكن ثاني مطلق على ما كنظن، راه كان جاه حيدوا ليه الباك مانيتيك، كان مهرس من فخدو ومضروب تحت صدرو، البداله هي اللي خلاتو. بالنسبه للاناث الخطره الحمد لله راه الامور عندهم زين، الاناث كلهم ما كاينش شي حاله هنا، شي حاله مرضيه راه ما كايناش تبارك الله،
لقينا ترى هذا الامور مزيانه. بالنسبه للشنيبرات الصغار غادي نعزلهم كاع اللي ما كيطيرش ان شاء الله، كاع دوك اللي ما كيطيروش غادي نعزلهم ونحاول ما امكن نخرجهم منهم. هذاك اللي هبط كاع اللي ما طايرينش ان شاء الله غادي نحاول كيف قلنا الخوت نعزلهم، وباش غادي ندير لهم السكوتش بالاخص الكبار، بالاخص هادو ديال الصبليون واحد فيهم. بعدا نتمنى انه الا ضاع ليا شي واحد يترجلوا الناس اللي غادي يشدوه ويجيبوه ليا واحد. هو هذا الخوت، هو هذا الدفلي، هذا ديال الصبليون، هو هذا راه باك اسباني باكي في الكوش كيف كتلاحظوا. هذا هو الشنيبر، هذا هو الشنيبر، هذا واحد فيهم. هذا هو واحد فيهم، والاخر هو هذا الخوت، ها هو شتو هو هذا، هذا الثاني، هذا صغيور راه باقي في الكوش، راه بان لي داك الصفوريه اللي فوق راسو راه طيحها. هو هذا لا ماشي هو هذا، هو هذا راه باقي في الكوش، هو هذا الثاني. هذا راه عندي اختو، هذا الدفيلي هذا راه عندي اختو، وهذا راه اختو مديكلاريا في اسبانيا في 502 الكيلومتر، مديكلاريا في واحد التوقيت زوين ان شاء الله. هادو هما الحميمات ديالنا ديال السنه المقبله، باش غادي نتولعوا نولعوكم باذن الله. هما هادو الخوت، هادو هما الشنيبرات اللي فرخنا هاد العام هذا، والله يجعل البركه. من ناحيه الاولاد هنا راه كاين اللهم بارك، هنا راه كاينه 52 حمامه، الله يجعل البركه، لان ما غاديش نديروا فيها 100 ولا 60 حمامه بزاف، فهمتي. 51 حمامه اللي كاينه هنايا. وبالنسبه للذكور راني ما حاسبش الذكور شحال كاين، ومع العلم هنا راه كاين بعض الذكور هنا كاينين، بحال الدفلي هذا، شتو هذا الدفلي هذا راه ذكر، هذا 100% هذا ذكر، هذا عاوتاني ذكر، فين هو هذا، هذا 100% هذا ذكر. وعاد من بعد الخوت غادي ندير لهم الطريقات ديالهم ان شاء الله، بحول الله غادي ندير لهم الطريقات ان شاء الله باذن الله باش يتعلموا. يلا دابا غادي نهبطوا ان شاء الله الذكور، نعطيهم ياكلوا. بالنسبه للحميمات ديال البروديكتور بروديكسيون الخوت راه الامور حتى هي مزيانه. البدعيه راه حيدنا لها البيض ديالها البرتغاليه، ها الحميمه تما طارو ها هما معاهم، معاهم واحد نحاسيه، راه هي نحاسيه معاهم، واحد نتوى حمراء حمراء فيها البيض بحال هكاك ما بانش، حمراء فيها البيض شو، والله المستعان. كيف كتلاحظوا الخوت الاجواء، الاجواء راه شويه قاصحه. البارح كيف قلنا منين عريت هادو، هادو منين عريتهم هادوك الخويات، الحمام بالاخص الذكور مرضوليه بالجهاز التنفسي، ولما ماشي شي مرض عاوتاني نقولوا مرض، راه مرضوليه زعما راه مدقدقين، اما الخوت الحميمه هما طايرين، غير كاينين شي بياسات ما عاجبينيش وصافي، يعني خاصني انا البياس يكون ناضي، كنادي يكون ناضي، حميمات يكونوا ناضيين ما فيهم حتى شي لعبه، وان شاء الله يكون الخير، ان شاء الله يكون الخير، قال لك نوي الخير يجيب الله الخير، هذا ما كان. والخوت وحنايا في المواضيع اللي كنطرقوا ليها، انا ما غادي اي واحد نحاسيه تالفه، المواضيع اللي كنطرقوا ليها الله يرضي عليكم. بالنسبه للواتساب بنادم الا بغى يهضر معايا شي واحد في شي حاجه يهضر معايا في الموضوع اللي كنعرف انا، ما يدخلش ليا شي حاجه اللي ما عنديش انا بها علاقه وبدا يسولني عليها، الله يجازيكم بخير. انا حنا دايرين هاد القناه ديال الحمام، الا كانت شي حاجه كتخص الحمام هضروا معايا فيها متفقين، اما باش نبقاو نمشيو لذاك الشيء ديال شي حوايج اللي ما عنديش انا بهم علاقه، الله يجازيكم بخير. راه اللي مقصود في هاد الهضره راه عارف راسو، راه عارف راسو اللي مقصود بهاد الهضره، راه عارف راسو، يعني المواضيع اللي كنهتموا بها وهي تربيه الحمام وما يخص الحمام، كان شي حاجه ما يخص الحمام مرحبا وعلى الراس والعين، صيفطوا لي اوديوات وانا معاكم، هذا ما كان. اما باش نبداو ندخلوا الشكلي في العقل نبقاو نقزوا في مواضيع ماشي هي هذيك، راه ما عنديش مع داك الشيء، هذا ما كان. بالنسبه لخوت البرتغال هما هادو، بالنسبه لهاد الشوكي هذا راه بان مولاه واحد السيد، يعني ماشي مولا، راه مولا هو نسيبي، راه شاري هو نتو تهربات لي نتو بقى ليه الذكر، وانما هو فاش صبغتو شافو شي واحد وقال هاد شي واحد، وهذاك الواحد قال لك ديالو، قلت ليه شحال الرقم ديالو، ما شحال الرقم ديالو، عطاني السيري ديالو،
ماشي عطاني السيري ديالو، عطاني غير الباك، قال لي راه 2019 داكشي اللي كاين راه 2019، ان شاء الله ندير معاه شي وقيت نقول ليه جي ياخذو. هذا ما كان، انا اصلا ما عندي ما ندير به، انا غادي نطلقو كاع، حنا غادي نطلقو هذا. حنا غادي نطلقوه ان شاء الله. ها هو الخوت، ها هو غادي نطلقوه. خش خش سير سير، طير طير طير، الله يبارك لك، طير ما بغاش يطير يطن. كيف قلنا الخوت ما علينا، ما نزيدش نطولو. بالنسبه للبرتغال هاد الجوج هادو كيف قلنا، هاد البدعيه هادي راه بورتغال 2019، والدكار ديالها حتى هو بورتغال 2019. البيض اللي ديالهم، البيض ديال نتوما مع واحد الدكار درتو لهاد الجوجه هادي، انا راه كنا حبسنا، ها هو البيض ديالهم راه درتو لهاد الجوجه، ها ما نعسو عليه الحمد لله. هادشي اللي كاين والله المستعان، يعني دابا راه صافي هاد الجوجه هادي راه حابسه، هادي ما غاديش تعاود تبيض. كذلك ومثال هاد الجوجه هادي عندها وليد واحد طوبي محروق، ما غاديش تعاود تبيض. كذلك ومثال هاد الجوجه هادي راه عندها بيضه وحده، نقلبوها ما غاديش تعاود تبيض ان شاء الله. عندها بيضه وحده اللي خليت ليها، غتفرخ هاد البيضه صافي تحبس. كذلك ومثال هاد الجوجه غادا تحبس، هاد الجوجه غادا تمشي اسبانيا، هاد الجوجه ان شاء الله غادا لاسبانيا. هاد الجوجه كذلك ومثال عندها بيضه وحده غادا تحبس. هادي هي العيونيه ديالي، مازال عندها بيضه وحده مازال، هادي ان شاء الله غادا تحبس هاد الجوجه هادي. يلا غناخد شي جبيضات من هادو جوج وليدات باش يلعبوا العام الجاي ان شاء الله. وشنو اخر، وهاد الجوجه هاد نتو الخوت، هادي راه اسباني، هادي راه خوتي داك الشنابير اللي باقي في الكوز داك الصغير، هادي راه اختو من الاب ومن الام، وهادي راه نتو اللهم بارك نتو ممتازه، راه بانت ليا فرخات مع داك البور 2019، هذاك بورتغال 2019. هذا ما كان، هادو اللي غادي نزيد ناخذ منهم واحد الجبيضات اخرين ان شاء الله، الله يجعل البركه. هادو تا هما غادي يحبسوا، هادو راه موليداتهم خارجين رماديين بحال الدكار، ها الدكار هو هذا، خارجين رماديين سحامه يعني صلصاليين اللهم بارك. هذا ما كان، هادو راه هما مفرخين تا هما غادي يحبسوا، هادو كذلك هادو غادي يحبسوا الله يجعل البركه، وهادو اللي لتحت تا هما غادي يحبسوا. صافي يقول كلشي حابس ان شاء الله وصافي. دابا غادي نهبطوا الحميمات ان شاء الله، غنعطيهم ياكلوا. دخل 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 دخل. حنا غنتسناو الحمام حتى يهبط كامل باش ياكل ماكله كامله، ومن بعد الشرابه كيف كتلاحظوا نغسلوها، وغادي نديروا ليهم دوكسي نوفا. حنا كنجربوا غير فريوسنا الخوت، راه كاين اللي عنده المرض وكيحشم يقولوا ما كيبغيش يبين اني عندي المرض ولا هادي، حاجه عاديه وحاجه طبيعيه، واللي بغى يقول يقول، اللي ما بغاش يقول كاع ليه يقول. حنا ماشي سوقنا في حتى شي واحد، كيف كنقولوا الخوت حنا كيف كتلاحظوني انا كندير فيديوهات الراسي، ما كنسوق لحد، ما كنهضر في حد، ما كندق على حد، ما كنمعني على حد، ما كنجبد حد، يعني منعزل ومنطوي على نفسي. ها الحميمات هما غاديين بخير الحمد لله. وكيف قلنا هاد الفتره هادي هي اصعب فتره، اصعب فتره من بعد الفتره ديال التفراخ. الفتره ديال التفراخ كيف قلنا الخوت، الفتره ديال التفراخ كتكون صعيبه، يعني باش تخرج وليدات صحيحين كتكون شويه قاصحه. راه هبطوا جوج كره اللي هبطوا، واحد هو مسكين كيلهت، هبطوا جوج شنيبرات. كيف قلنا هادي اصعب فتره هي هادي الخوت، من بعد الفتره ديال التفراخ هي البداله، كيكون فيها حاشاكم الغبره والزبل والريش، يعني كتكون تماره ديال بصح، والله المستعان، ونتمناو الخير. ومن ناحيه الدواء الخوت هو هذا، هذا الدوكسينوفا ديال البيطاري هو هذا،
غندير معلقه في طرد الماء، هو هذا ندير معلقه في طرد الماء هي معلقه. هنا عندنا الشرابه فيها جوج يطروها معلقه، ها المعلقه الثانيه ما كامله، تقول معلقه ونص ليدر، ها معلقه ونص ليدر تاع الخوت صافا، معلقه ونص ليدر. انا جايكم الهضره الخوت، الله يرضى عليكم، انا جايكم الهضره. وقضيه اخرى، انا ماشي كنقول لكم ديروا، انا ماشي كنقول لكم الخوت ديروا، انا كنبين لكم شنو كندير انا فقط. انا الخوت، ها انا غير كنوريكم شنو كندير انا الخوت، ماشي ماشي انا تنقول لكم ديروا، داكشي اللي كندير انا. الدواء هو هذا، هذا هو دوكسينوفا ديال البيطاري. كيف قلت لكم انا ماشي كنقول لكم ديروا ولا شي حاجه، كنوريكم شنو كندير انا فقط. يعني كل واحد حر في حمامه، كل واحد عارف شنو كيدير حمام. ها ورولو ورولو، تبارك الله وطار. ها واحد ذكرت الحنقوره، هذا مكان الحميمه تاهما، معاهم حدا ما مصبوغاش كيف كتلاحظوا، ولكن راه بعيده، هي بعيده، هي غدا بوحده تعزلات. ونتسناو الحميمه دابا تيهبطوا الخوت ديالها، وتحيه لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج الوطن، كاع الناس اللي كيبغيونا تحيه لهم من هذا المنبر. خويا يونس، خويا زهير، خويا البشير، وخويا جهاد، وما نساوش لاله صابرينا. يلا خليكم معنا. كيف كتلاحظوا الحميمه تما بداو كيهبطوا الخوت، الحمد لله. دخل 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 دخل، الحميمه بداو كيهبطوا، اللهم بارك وزيد في ذلك، ونجينا واياكم من المهالك. كيف قلنا غادي نحاولوا ما امكن اليوم، عاوتاني راه ما طلعتش للحمام في الصباح، جيت مدكدك، جيت ديريكتومو النعاس، جيت نيشان نعست. غدا ان شاء الله نحاول نخرج دوك الوليدات اللي باقي ما خارجينش للسطح، يعني اللي باقي ما مشمشينش، نخرجهم يتشمشوا شويه دورو ان شاء الله، باش نحاولوا نتيوا نطلقاو يبداو يطيروا كاملين، لان نتاوي اللي لاقي فيهم المشكل لحد الساعه. دخل 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 دخل، باقيين 3 و3 6 7 8، باقيين 8 الحمامات اللي باقيين. دخل 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 دخل، راه حطيت لهم الماكله ديالهم، باش اللي فيه الجوع راه يهبط ياكل هو الاول. والما راني خلطت لهم ويلا، ما هبطوا الحميمات كاملين، بقات بياسه وحده راه هي مشات لهيه، كاينش المشكل. كيف كانت جوج بياسات اللي بقاو، جوج جوج كوره اللي بقاو في السماء، كيف كتلاحظوا الامور الحمد لله مزيانه لحد الساعه. واخا كاين داك شويه ديال البرد، كيف كنقولوا ان الحمام ضاربو البرد، ما كاينش المشكل، ان شاء الله كل شيء غادي يرجع على ما يرام. يلا خليكم معنا، يا بياسه هبطات، والبياسه الاخرى هبطات يلا خليكم معنا. واحد الحمامه الخوت، هي ديال الحنقوره بيضاء، هادي راه هبطات مع الذكور، بنت لي فيها الجوع، راه درت ليها الماكله في السبوتنيك موسخه مع راسها، نقبات هي عايبه، ترا كتنقب فوق السبوتنيك كيف كتلاحظوا. هي هادي الحمامه ديال الحنقوره، نشوفوا واش غتهبط، واش غتدخل سبوتنيك او لا. يا رب عليا فيها الجوع، حميمة راه كياكل الا حطو في سبوتنيك لداخل، الذكور راه ما كياكلو. عباد الله كتلقاها نتوما شتيهم طالقين الحمام قناصة. حنا خويا الخوت هادي راه هبطات بوحدها، يعني الحمامه هبطات بوحدها، ما درنا معاها لا كوليك لا عذاب لا والو. هي كضرب الخروب،
الماكله فيها الزيت والخروب اللي كضرب دابا، الخروب والنبك، الخروب والنبك. حنا نشوف واش غادي يطيح واش غادخل ولا لا. بانت لي صعيبه هذه في الدخول. لا لا غتدخل، بانت لي صعيبه، على ما يبدو صعيبه في الدخول، لان حتى الحمامه كتبان لي غليظه. الحمامه بانت لي غليظه، يعني صعيب عليها انها تدخل السبوتنيك. حتى الماكله في السبوتنيك الخطره ما بقاتش راه كامله، نقاوها الذكور، داكشي اللي لحت ليهم في السبوتنيك راه كلاوه. يلا طيحي 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 طيحي. يلا دخلي 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 دخلي، يلا دخلي. بغات تهبط لتحت، شفت الرولو؟ راه هو الرولو، شوف اللي صبغت الرولو كيتساغ لتحت، كينقب داك الشظايا اللي طايحه، وهي كتشوف فيه باغا تدخل، باغا تهبط، باغا تهبط ماشي باغا تدخل. عفوا عفوا. تحيه لخويا سمير، تحيه لخوتنا وحبابنا كاع الخوت اللي كيهضروا معنا زوين، الله يرحم لهم الوالدين. ولكن كنتي في استماع مول هذاك التكراه، هو داك الرولو، الا كنتي في استماع اتصل بيا، الله يرضي عليك اتصل بيا باش ندير معاك الوقت اللي غادي تاخد فيه. هي بغات طيح، هي بغات طيح، هي طاحت، صافي الخط طاحت. مول هاد الذكر هذا اتصل بيا، هذا اتصل بيا باش يجي يدي الذكر ديالو، واخا الذكر انه مشري يجي اتصل، اتصل بيا. الحميمه الخطره طاحت كيف كتلاحظوا، هاي هبطات الدوكو راهم كلاو. دابا غادي نعطيهم هادي، خاصها تتعزل هادي، تنشوف شنو غندير ليها. يلا خليكم معنا. هذا مولاه يتصل بيا، الله يرضي عليكم يتصل بيا باش ندير معاه شي وقت يجي ياخدو. يلا وبالنسبه لديك الحميمه راه هي دخلات، خليكم معنا. راه هي الخوت الشنيبرات الدوكو راهما شربوا، راه حطيت لهم الدواء. وبالنسبه للدواء راه حطيت لهم الدواء، راه ما كيشربوا، راه اللي كيوكل كيوكل. وبالنسبه للخوت الدواء ديال الاناث، ها هو ديال الشنيبرات، واخا الاناث راه ما مراتش، ولكني راه ما كاينش المشكل. ها والله العظيم الا جوج معلقات تماك. دابا غادي نخرجوا الاناث ان شاء الله، نحطوا لهم الماكله ديالهم، نخرجوهم ان شاء الله ياكلوا. انا الخوت كيف ما تحضر، اللهم بارك، قولوا تبارك الله، قولوا تبارك الله. هادو اللي مولفين تياكلوا هنا كيطلعوا لهنا، دابا ما يقاوم ياكلوا. تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك وزيد في ذلك. نتمنوا فيهم الخير، نتمنوا النشاط ان شاء الله السنه القادمه، خصهم يهبطوا الخوين ياكلوا لتحت. انا الخوت ان شاء الله، شوف شوف الريش، شوف الريش كي كيطاير هنا، الريش الريش والغبره راه ضروري، واخا تعيا ما تنيطوي حتى تلقى الاوساخ ضروري. ايوا هادشي اللي كاين الخوت، ادعيو معنا ان شاء الله، ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله غادي نعطيهم الفاكسان. راه دوزناه صافي، داز الفاكسان، غادي نعطيهم يدوشوا ان شاء الله يوم السبت، يوم الروبو ديالي غادي نعطيهم يدوشوا الى كتاب. والله المستعان، والله يحفظكم. هذا مكان، ونتمنوا الخير والتيسير، يا ربي امين لينا ولغيرنا. بالنسبه للاناث غادي ندير لهم الشرابه ديالهم جديده، يعني غندير لهم شرابتهم بوحدهم، الذكور غتبقى الشرابه ديالهم لداخل، والاناث غندير لهم شرابتهم بوحدهم ان شاء الله. والله ما يسر ولا تعسر. وبالنسبه علاش الخوت عطيتهم الدواء، لان ما بغيتش نطيح في الخطا اللي كيطيحوا فيه بعض الاخوان. شنو هو؟ بعض الخطات كتمرض لك شي حمامه بديك الدمعه ولا نيفها. ها انتم الخوت، ها باش نوريكم بلاتي. ها
غنشوفوا الدواء هذا واش فعال ولا ماشي فعال. راه هو الذكر اللي صورت لكم قبيله، شوفوا الحاله ديالو كي دايره. هذا راه خصو يتعزل الخوت، شي كي دايره الحاله ديالو. شوف شوف الحاله ما هي حاله الخوت، الحاله ما هي حاله. هذاك في حقيقة الأمر خصو يتعزل، هذاك الشنبور حقيقة الأمر خصو يتعزل. يعني إلا خلينا الحمام الخوت بحال هكا مثلا مرض لينا وغادي نديرو ليه غير تقطيرة مثلا عينيه، ولا درنا ليه غير شي حاجة بسيطة مثلا، درنا ليه غير شي حاجة بسيطة لعينيه، يعني ما درنا ما عطيناش واحد الدواء داخلي اللي غادي ياكلو وغادي يتهضم وغادي يمشي ليه مع الدم، راه المرض كيبقى في الحمامة. غدا ولا بعدو تسمعو كيشخر صافي هو ما براش. اللهم نداويو المرض من الجدر ديالو. عندك المرض داوي حمامك، كذب عليك كذاب لي يقولك لا الطبيعي ولا راه كاين طبيعي، وانما ما كيبراش به الحمام والله اعلم. هادشي اللي نقولو، هو راه في مرض لك الحمام خاصك تستعمل الدواء. سالات الحفله، حنا جربنا ديك دوكسينوفا لقيناها رخيصه ما عندناش الجهد باش غادي نشراو داك اورنيديتي راه خطير هذاك بالنسبه للجهاز التنفسي، ما عندناش ليه الجهد. وانما بالنسبه للاخر خدينا غير ب 20 درهم، قسمت انا واحد صديق خدينا شاصيه ب 40 درهم وقسمناها بجوج البارح، والسيد ما كنعرفوش تحيه ليه من هذا المنبر واحد اللوين. ونجربوا هذا الدواء هذا واش خدام ولا لا. يلا وتحياتي لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج الوطن، ونتمنوا الخير. دابا غادي نعطيو الشنيبرات هادو، غادي نعطيو الميه ديالهم ان شاء الله. يلا خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. دابا الخوت نعطيو الدواء للإناث، وخا ما مراتش غادي نعطيهم الدواء. خلط 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 خلط. الشنيبرات هما كيشربوا الدواء دوكسي نوفا على ما يقال ديال الجهاز التنفسي والله اعلم. لاول مره غادي نخدم بهذا الدوكسي نوفا، اول مره غادي نخدم به. ها الحميمه هما كيشربوا والله المستعان. ها واحد فنتي وتاوى بان ليا بحال الا مريض. ها هو شوف واحد كاين هنا بان ليا بحال مريض، راه هو يا طوبي راه هو غادي راه هو غادي طوبي. هاي طوبي بحال الا مريض، حيت الحمامه ان فوا كتشرب كتبين لك النيف ديالها واش فزق ولا ما فزقش. نورمالمون خص يكون النيف بيض الخوت، النيف خصو يكون بيض ديال الحمامه، ما خصش كاع يكون في ديك الفزوقيه، ما خصهاش تكون. كانت الفزوقيه راه الحمامه مريضه. سالات الحفله والله المستعان، نتمناو الخير يا ربي امين، نتمناو الخير. كيف لاحظتوا راه ما بقيناش كنطلقوا هاد الشنيبرات هادو، ان شاء الله غادي نحاول ما امكن غدا غادي نرسى. راه كاين شنابر بزاف اللي ما مرسينش، ما عمرهم خرجوا كاع، كاين اللي ما عمرهم خرجوا الخوت. ان شاء الله غدا راه غادي نخرجهم في الصباح ان شاء الله، نخليهم هنا يدوروا باش يرسيو، باش نحاول ما امكن النتيوات نبقى نطلقهم. كيف كنطلق الذكوره نطلق النتاوات حتى هما يطيروا، وغادي نحاول ما امكن نطلق الحميمات ديال ايمين تانوت. وتحيه لخويا هشام من ايمين تانوت، وخويا علاء الدين من تيفل حتى هو ما نساوش، خويا يوسف من الخميسات، وايفانا من اتحاد تشيكوسلوفاكيا، ماشي تشيكوسلوفاكيا الاخر، جمهوريه تشيك يمكن. وتحيه لخويا جهاد، خويا يونس من ايطاليا، وخويا انس من مدينه الرباط الاخ ديال يونس. وان شاء الله الى كتاب اليوم غادي نمشي نجيب الخوت ديك التقطيره ديال القميله، ان شاء الله الى كتاب اليوم غادي نمشي نجيبها ان شاء الله. والله المستعان اللهم يسير. مريضه الشنيبر الطوبي هذا مريض، هذا اللي دخل راسو المعيلفه راه شفتو فيه الريوك حتى هو، حيت ما يمكنلكش تبقى تعزل تعزل هذا وتعزل هذا وتعزل هذا، اللهم طريطي كلشي. حنا غنخدمو هاد دوكسي نوفا، برات ليا الحمام اللهم بارك، ما براتش ليا الحمام ان شاء الله غادي نشوفو دواء ديال بصح. قالك زيد شويه ودي حاجه نقيه، يلا
الله خذ. بالنسبه لهاد الحليمات هادو ثلاثه نكلوهم. بالنسبه لهادو كيف قلنا تفرغ صافي الله يجعل البركه العام الجاي. مالا كيف قلنا تفرغ الخوف الله يجعل البركه حتى العام الجاي ان شاء الله باذن الله. وكيف قلنا نعطيو لها تشرب من المويه ديالو. جيو داك السحن تبارك الله الشيخ. انا ما عاود جاوب كان جاب وقتي هذا الخوت تبارك الله. هذا هو هذا السنيبر هذا كيهبط ليا فوق كتفي تبارك الله اب وحده الله إلا كيجي يهبط ليا فوق كتفي مسكين. وهادشي اللي كاين الحمد لله والشكر لله. كاينين هنا شي وليدات خصهم يتعزلوا إن شاء الله. هما هادو لاحظتو الطواب هادو راه تياكلو كينخبو. هادوك خصهم يتعزلو تا غدا إن شاء الله وغادي نعزلوهم. يلا الخوت نتمناو الخير والتيسير. هادي راه الخنشة الثانية اللي مشات الله العظيم. إلا الخنشة الثانية راه سالات وغادي نحلو دابا الخنشة الثالثة غادي نحلوها. ونتمناو الخير والتيسير. والله يرحم لوالدكم والوالدين جميعا. اللهم يسير الجميع وان شاء الله خليكم معنا ان شاء الله حتى نشوفوا هاد البدالة كي غادوز. حنا كندوزو البدالة كيف قلت لكم الخوت كندوزو البدالة ديالنا ندوزوها بالفرح وبالسرور وبالامراض وبالقلق وبكل شيء. يعني نوريكم البداله كي كدوز عندنا. البداله كي كدوز عندنا انا راه ما نخبي عليكم والو. عندي المرض نقول لكم عندي المرض. سالات الحفله عندي حمام مزيان نقول لكم عندي حمام مزيان. كل شيء غادي نبينو لكم ونشوفوا المرحله كي غادي تدوز ان شاء الله. ومي غادي تدخل وقيت السباقات عاوتاني عنا حاجه اخرى ان شاء الله. يلا خليكم معنا والى فيديو قادم بحول الله ان شاء الله. وتحيه لخوتنا والحباب ديالنا جميعا كاع الناس اللي كيبغيونا الله يرحم لهم الوالدين. والناس اللي ما كيطنزوش علينا حيت كاينه واحد النوعيه بصح اللي كتنص فهمتيني تيحسب راسو هو شي حاجه. الحمد لله ما تنقول حتى شي واحد عطيني. غادي تعرفوها سيدي واحد شي تليفون لا والو. كيف قلنا الحمد لله ما تنقول حتى شي واحد لا حيت هذه طالعه راه الا كانت داني ما تنقول حتى شي واحد عطيني الحمد لله. والله يرحم لكم الوالدين ونتمناو الخير والتيسير والى فيديو قادم بحول الله. وهذا الشيء بغيت ان شاء الله خصهم يتعزلوا. غنولعكم في ولد السحمي ان شاء الله. ها شوفوا الخوت شوفوا الذكور تبارك الله. هذا راه ما خديت منه حتى ولد. هذا راه كنت لعبت به الخوت. هذا كنت لعبت به ومشى ليا في واحد المطلق على ما اظن اكادير دوك النواحي بعدا. وكي جاني حيدوا ليه الباك مانيتيك. هذا راه في حد السوالم يمكن طاح في حد السوالم. ومولاه راه عيط ليا السيد اللي كان طايح عنده فيه التيكيت. هذا كان جاني فيه التيكيت. راه ولد هاد الجوجه هذا الذكر هذا هاد الذكر هذا ها باه امه. هما هادو هادو هما والدي. ها الام ديالو راه باه هو هذا. وهذا ان شاء الله غادي يعطي ابطال. هذا ان شاء الله عقلوا عليه. هذا غادي يعطي ابطال. مازال غنفرخ منه. هذا راه 2020 انا نحيد لي التيكيت ديالو. هذا راه 2020 الخوت. ها هو هذا راه 2020. ها هو باك عصبة الغرب. والله المستعان. يلا نخليكم ان شاء الله والى فيديو قادم بحول الله الخوت. وكيف العادة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.